يا جماعه ويلكم باك للشانل بتاعتنا. انا ريني جيكر سانتوس جديده هنا, وما تعرفونيش وانا بعمل محتوى جيمنج كده على بسيط. بليز يا جماعه لو انتوا ناس جديده هنا ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واكتبوا كومنت وقولوا لي رايكم في The Last of Us Part 2. ويلكم باك لفيديو جديد من اللعبه دي. انتوا حرفيا كنتوا نفسكم ان انا العب اللعبه دي قوي 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 قوي, فانا اخيرا يعني هلعبها على الشانل, وانا اكسايتد جدا ان انا العب اللعبه دي. احنا اخر مره اتعرفنا شفنا الندم بتاع جول, او مش الندم اللي جول يعني عمله, بس هو حاسس ان هو ندمان بانه ما قالش الالي اللي هو عمله, لان هو بيحاول ينقذها وهي للاسف لسه يعني ما نضجتش وما فهمتش ان هو بيحاول ينقذها. وشفنا الي وهي في جاكسون وعلاقتها بجيسي ودينا وماريا, وبرده شفنا زفتة الطين ابي وهي واصحابها حرفيا لمت الشله بتاعتها وقالت يلا ايه نروح جاكسون علشان تكمل الانتقام بتاعها. فبدون رغي كتير تعالوا نكمل لاست بس بارت 2. اوه منظر الميه جامد جدا, يا لهوي بصوا الحصان وهو بيكسر التلج, شكلها ريليستيك قوي الحته دي. الله بصوا المنظر, الجرافيكس فظيعه في اللعبه دي بجد, الجرافيكس فعلا فظيعه. This way. Right behind you. تعالوا نشوف هنروح فين مع الحاجه دينا. هيقعدوا بقى يتكلموا في الريليشن شيب المعقده بتاعتهم دي. دي مشاكل اجانب احنا مالناش دعوه بيها. مشاكلكم متخلفة بجد. مش عارفة هو الحصان ما بيجريش ليه, بس يعني ماشي. اه بصوا بقى التلج يا جماعة, هو بيقع. بصوا التلج, بصوا مين كات دي كمان. واضح ان كات دي الاكس جيرل فريند بتاعت الي. انا عايزة اكل. شوفوا التلج وهو بيقع, بصوا بصوا بجد التلج وهو بيقع منظره جامد. يبقى كات هي اللي رسمت التاتو بتاع ايه, بتاع الي اللي هو الشجره اللي هو فرع الشجره اللي على ايديها ده, عشان تخبي العضه بتاعتها عشان تعرف تعيش في جاكسون مع الناس عادي بدون ما يقعدوا يشكوا فيها يعني وكده. تعالوا ندخل كده. الحصان بتاع إلي اسمه شيمر, اعتقد ده اسم بنت على فكره مش اسم ولد. اعتقد شيمر دي اسم بنت. You want to see something spectacular? You're going to point at your face, aren't you? Nothing that spectacular. Oh brother. طب يلا يا ست سبكتاكيولر, تعالوا كده نشوف في ايه ولا هنعمل ايه. This way. ماشي يلا this way يا حاج, اتفضلي يا حاج. يا لهو على المنظر وجماله, واضح ان في بنزين هنا. يخرب بيت جمال المنظر يا جماعه, يا لهوي المنظر ده عايز كوبايه شاي وحبه بسكوت وتقعد قدامه طول اليوم, بس هيجيلك برد. ايوه هنبتدي نبصبص لبعض ويبقى في تنشن بقى على اساس ان هي يعني معجبه بيها بقى يعني وكده. حاسس ان انا في مدرسه المشاغبين. ارسمي يا ستي المنظر, ارسمي منظر فاجر, منظر بجد جامد جدا. ماشي ماشي, انا كان نفسي يبقى في منظر زي ده تحت بيتي, يعني لو عايز اقعد قدام المنظر ده. يوجين اتفضلي اتفضلي. رايت. يوجين يوجين مان هي واز فاني. يا هي واز فاني يوجين. زق زق. بصوا بقى الخط بتاع التلج اللي محطوط فيه تفاصيل فظيعه, ده غير بس يعني رجلينا اللي بتعلم على الارض. ماشي تعالوا ندخل كده. سيفن دي فري يا يوجين, ده عاش لحد سن ال 73. يا الهي تعرفوش عمل كده ازاي في ال الدنيا الصعبة اللي هم فيهم ده, اللي هم فيه ده يعني ازاي. تعالوا نطلع كده, دي كلها حاجات بيدربك يعني على الجيم بلاي, ازاي تطلع على الحبل,
بس انا شايفه البدايه بتاعت اللعبه حلوه يعني، انا مش شايفه البدايه وحشه، بس هي يعني لما تدخل بقى في اللعبه بقى الحته اللي في النص دي هي اللي مقرفه قوي. تعالوا ندخل كده نشوف في ايه في الاوضه دي. انا هحاول على فكره يا جماعه على قد ما اقدر ان انا اكسبلور العالم واوريكم كل حاجه اقدر اوريها لكم. في دي ايه؟ دي شيشه بتشيشوا يا اولاد المشيشه. او في حاجات هنا هتساعدنا لو ايه، لو لقينا ورك بنش حاجه تانية موجوده. ايه ده كانوا بيطبخوا هنا ولا ايه؟ كانوا بيطبخوا تقريبا. طلقه هتساعدنا برضو، كل طلقه مهمه في اللعبه دي. ده يعني بيطبخوا في استوديو. ايه ده؟ ريد. ايه ده؟ دي السجلات البترول اللي هم كانوا بيعملوها. اه التفاصيل يا جماعه، التفاصيل هي اجمل حاجه. في حاجات لتومي وجول مع بعض، بصوا يعني بصوا كده، في حاجات لتومي وجول. اه ماشي، حلوه التفاصيل دي برضه. اتفضلي يا حاجه قولي لي هنروح فين ولا هنعمل ايه. Take a look. التاون، مش هي دي المدينه ولا ايه؟ هي دي. Here's the town with the big tower thing. Yep. That's where the next lookout is. Big tower thing. ماشي. That a supermarket. Yeah. Westons. On our way into town. انا سمعت الكلمه دي فين قبل كده في لاست اوف اس. تقريبا كان في ليفت بيهايند، كان في واحد اسمه ويست وينستون. دي وينستون ولا ويستنز؟ That's the one. مش عارفه ايه الحاجات اللي ويستن ولا الثانيه اسمه وينستون. تقريبا اسمه وينستون. ايا كان. Let's get back to the horses. لو اتفرجت على الفيديوهات بتاعت ليفت بيهايند هتفهم انا قصدي ايه. ها هنعمل ايه؟ هننزل عندهم جاروف، يعني هما الكرييتورز فكروا انهم يحطوا جاروف ومقشه وجنبهم البتاع اللي بتشيل اللي اسمه ايه يا ربي، اللي هو اللي بيعملوا بيه البنا ده، اسمه ايه؟ مش عارف اسمه ايه. هنركب بقى الحصانه ونمشي ولا ايه؟ فك الحصان. يلا بينا. يلا يا عم شمر ولا يا عم شمر. هوبا ليتس جو. بصوا بقى، بصوا التلج وهو بيقع. هوبا والله حركه فيري ساتيسفاينج. بصوا بصوا التلج وهو بيقع. الله ادمنت التلج وهو بيقع. انا بصوا بصوا بجد حركه ساتيسفاينج جدا، كانك عارف انتوا عارفين انتوا الاكياس اللي بيبقى فيها البلالين اللي هي بيبقى فيها اللي بتلف فيها الحاجات عشان ما تتكسرش، الاكياس اللي فيها بلالين وتقعد انت تفرقع البلالين. نفس الفكره هنا بالظبط. ايه احنا سكتنا ليه؟ انا ليه مش حاسه يا جماعه باي كيمستري ما بينهم؟ يعني حاولوا تخلوني ابلع انهم معجبين ببعض. تعالوا ندخل نشوف في ايه في الاماكن دي، يمكن يكون في حاجات هتساعدنا في ان احنا ما نموتش. اوكي. What do you know about this place? Just another evacuated neighborhood. Infected almost never make it out this far. We usually catch them on the outer perimeter. اوه في حبة بيلز. انا معايا حاجة اقدر اعملها؟ معيش اي حاجة في اي حاجة. انا بلعب نيو جيم بلس يا جماعة على فكرة، فهتلاقوا اسلحة قديمة ما زالت معايا يعني. I mean if I'd lived pre-outbreak, yeah, I'd go see the whole country or travel to another country. تعالوا نشوف في ايه. Keep dreaming. اوه في حبة كحول هنا، عايزين يروحوا كندا. لو عشتوا، لو عشتوا ان شاء الله تروحوا كندا. اسمع خلي بالك ومحدش يعرف هيموت امتى يا دينا، يعني خلي بالك. بتقول لك انا I was thinking of inviting Joel to see a movie. يعني هم لا متخاصمين ولا نيله. ورقه عادي يا جماعه عادي. الورق انا بحب اسكيب ما بين الورق عشان ما بيفيدنيش باي حاجه الا لو في كومبينيشن يعني. تعالوا ننزل كده. هعرف اطلع هنا؟ لا تقريبا في مكان تالت هنا اهو. تعالوا نحاول نطلع كده بسرعه. هل يا ترى في حاجه؟ في حبه ادويه مرميه.
اوه في تريد كارد ولا اللي هو بونس كارد فليب هي بتجمع سوبر هيرو كارد تعالوا ننزل Okay, so two former commandos that go rogue to fight bad guys. أعتقد ما فيش حاجة تانية. This one, they go up against Russian spies. في مكان هنا؟ لا ما فيش حاجة تانية. يلا حاجة يلا حاجة عشان الوقت يلا. يا جماعة بجد منظر التلج فظيع. أنا حاسة يعني اللون بتاع التلج ده مديني راحة نفسية. مش فاهمة في إيه. تعالوا ننط كده. إيه ده دم ده ولا إيه؟ أوبا. دم دم. What the fuck? Oh, it smells. Looks like infected did this. How many do you think it would take to bring down a moose? More than one. Where the hell are they? Let's go find them. تعالوا كده نشوف الحيوان دول فين. يا لهوي دول فلق وام ال... يا لهوي ايه المنظر ده. طيب ماشي تعالوا نعمل ريلود نحاول نشوف الحلوين. اه في اثار دم اهو بصوا باينه 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 هم راحوا فين باينه ده صوتهم صح. تعالي بس ندخل. او ده انا هديك في وشك دلوقتي ده استنى عليا وانا هخلقك. اوبا ديلو الله عليك يا سيدي. ايه احلى حاجه في ايه يا جماعه ان معاها حته سكينه صغيره بتخليها تخلص على كل الاعداء يدويا. يعني دي لو عطلت في يوم من الايام هتستخدم السكينه. في حاجة طيب نلوتها نلوتها أي حاجة أي حاجة يا جماعة مش كده. تعالوا ندخل هنا نشوف في إيه. مقفول أوكي نلف كده. هو مفيش طريق غير ده أساسا باينة باينة أوي يعني. أه في حاجات أهي في حاجات أهي. يا سلام لما الدنيا تبقى ماشية لالا لاند كده وحلوة. تعالوا ندخل كده. أه زقي زقي يلا 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 استرجلي شوية. احي 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 اخبطي اخبطي يلا ديلو. حلوة قوي الحتة دي الحتة دي حلوة جدا كبراكتس يعني كأنهم يعني دي حتة عشان يعلموك ايه لو هاجم عليك حد ممكن تحلف عليه وتايه وتخبطه بالسكينة. بس الطريقة اللي هم علمونا بالحتة دي نفسها حلوة جدا. تعالوا كده نشوف في اي حاجات كده مرميه على جنب. نفتح الدروب دي. اللعبه دي على فكره يا جماعه فيها اكسبلورنج كتير ومش كل الناس تقدر تحبها زي لاست اوف اس 1 تمام في الحته بتاعت الاكسبلورنج والجيم بلاي وكده. بس الجيم بلاي بتاعها يعني جامد جدا يعني مش هنضحك على بعض. تقريبا هو ده الطريق. تعالي كده او شيت. تعالي بس ايه ناخد الويندو. اوبا اوف ايه ده دي خلصت على الزومبي دي بتساعدني يابا. شو بصوا الدم اللي بينزل من الزومبي. الحاجات دي جامده جدا على فكره تفاصيل جامده جدا. تعالوا كده ايه ندخل على شت شت ما كنتش اعرف انك موجود. تعالى كده اوبا اوبا عشان ايه محدش يشوفنا. انا بس كنت عايز اسحبه لورا علشان الزومبي ده ما يشوفناش. فاضل كام واحد؟ اتنين. تعالوا نجري ولا ده بسرعه. اه في واحد بيتحرك والتاني ثابت. يا رب هي تجيب الواد التاني. ها هتجيبه؟ والله يا بنتي بتفهم. بس انا متاكده الدنيا لما تبقى معقده اكتر من كده هي مش هتعرف تساعدني في حاجه انا متاكده. خلاص كده ولا ايه يا حاجه؟ مش اي حاجه هنا اي حاجه واقعه. طيب اي حاجه على جنب اي حاجه خالص يا جميله اللي انا فيها. طب تعالي بس نطلع الاول عايزين نروح السوبر ماركت لانه في انفكتد. طب انا اتنيل اطلع ازاي بقى؟ طيب انا ممكن اطلع كده. لا اطلع هنا كده. اطلع ما بتطلعش. اوكي هو ده صح هو ده. Help me up there. Wanna look around. وانا هحذفها او هي هتحذفني حاجه كده. ايوه there's a hole in the roof over there. طب
طب انا هطلع ولا ايه؟ اه ماشي اوكي، هتساعدني هي، هتساعدني، طلعت بنت حلال وهتساعدني هي يا جماعه، خلاص مش هنقعد نتنمر على البنت. Look. See? All right. Let's figure out. اه هي دي البقعه اللي في بقعتي، انا نسيت العربي اساسا، كنت انا بسمع انجليزي نسيت العربي، اللي هو هول ان ذا وول، اللي هو فتحه في الـ في الـ في الجدار. تعالي يا ستي. وات ذا فك، وات ذا فك، انت مين اساسا؟ انت ايه؟ انت ازاي؟ يلا مش مشكله، خلاص تعالوا تعالوا، خلاص خلاص خلاص، عرفت انك هتحاول تموتني، عرفت انك هتحاول تموتني، ابعد عني بقى، ابعد عني، لو صح لو صح. اه الحمد لله البت قايمه بالواجب والله بزياده يا جماعه، البت والله قايمه بالواجب وزياده يا جماعه. لما اديك في وشك انا دلوقتي، لما اديك في وشك بوشك الزومباوي ده. طب ايه هايل؟ معيش تهيل، معيش اي حاجه. تعالوا كده نلفلف، نحاول نطلع هنا، مفيش حاجه هنا، تعالى ندخل كده يا رب الاقي حاجه. هو في حاجات اهي، وفي رساله. هوبا، انا بسكيب الرسالات يا جماعه عشان هي ملهاش اي 30 لازمه. انت لو انت بقى ايه من عشاق لاست باس 2، ممكن تقعد بقى تقرا الحاجات دي، بس هي ما بتفيدكش غير ان هي بتقول لك القصص الجانبيه، يعني عن الناس اللي انت قتلتها عشان تحسب بالذنب ان انت قتلت ناس كان عندها قصه، يعني يقول ليها ايه يا عم، هي لعبه، هي لعبه وهم حبه زومبيز، يعني ما تهزرش، مش هنضحك على بعض. تعالوا نطلع كده. هوبا امين، يا رب الاقي حاجه في اي حته، لقينا حاجات اهو. Hey, got some alcohol. Couple of rags. Here. هنعمل ميد كيت ولا ايه؟ اوكي. وادي اللعبة بتعلمنا حاجة جديدة، إن إحنا إيه؟ نهيل. هوبا. طب أنا عايزة أهيل، أوكي. لازم أهيل الأول عشان إيه؟ أعرف أعمل أي حاجة تانية تقريباً. ماسك زون. طب استنى، أنا عايزة أشوف لو الضرب دي فيها حاجة، استنى. أه، في درج أهو. في درج اهو يا عم، اه في طلقه، طلقه تساعدنا في الهم اللي احنا فيه ده. طيب ماشي، انا عايزه اشوف. اه ده انا اقدر اعمل ابجريدز اهو يا جماعه، listen mood movement، تعالوا نعملها، تعالوا نشوف في ايه تاني ممكن ايه اخد بالي منه. fast movement، انا عايزه اعمل البتاع ده قوي، اللي هو silence improved، اللي هو بدل ما يبقى 3 طلقات يبقى 5 طلقات بالديورابيلتي. ماشي. Remember. I don't want to have to shoot you in the face. يا ست ما تبقيش يعني ساذجة، ما تبقيش متفائلة قوي كده ان احنا هنموت، هنموت يعني، ارحميني. All these spores حد هنا؟ اهو اهو في حاجات يا جماعة. Keep your eyes peeled for older infected. استنوا كده اما نشوف، يمكن اه في حاجات على الدرج اهو. مفيش حاجة خالص تاني؟ ايه الهبل ده؟ مفيش أي حاجة تاني خالص؟ Let's get to the corridor. لقد أحبطت، اه والله. تعالوا ندخل كده، تعالوا ندخل الباب ده كده، في حاجة هنا، في خزنة هنا. طب استنى اما نشوف، يمكن في أي حاجة تانية غير الخزنة. في نوتة، اوكي مش عارف. real shit in the safe. combo is the date my good boy got employee of the month. don't fucking sell those or give them. who's your good boy ان شاء الله. your good boy كلبوب ده تقريبا. استنى، طب فين employee of the month دي؟ مكتوب هنا حاجة؟ لا، تعالى نفتح البتاع ده الأول نشوف فيه ايه. طلقة كمان يا مسهل. employee of the مش عارف of the month your good boy جولاي 2013، يعني 27/13. ماشي تعالى نشوف كده، يا رب اطلع صح. 27/13. فتحت. اوكي. نايس. هل معايا حاجة ابجريدها؟ مفيش. مفيش. أنا عايزة أعمل البتاع ده برضه. يلا يلا اللعبة طويلة، هنعملهم إن شاء الله. هل كان في هنا مكتوب employee of the month؟ ما أعتقدش. تعالوا كده نشوف في إيه؟ أوبا في درج. مفيش. اوكي. طب المية دي ما فيهاش أي حاجة نشرب طيب؟ مفيش. كله خلصان. تمام، نحاول نلوت حاجات على قد ما نقدر عشان ايه ان كيس يعني اضطرينا ايه نموت، فنلحق نفسينا قبل ما نموت يعني. تمام نايس. هل معايا حاجه ابجريدها؟ انا معايا كم او معايا 38 دواء اللي هو حبايه. تعالوا ندخل كده. ايه ده؟
احيي يا نهار اسود. انا لو وقعت الواحد دي ظهري يتكسر اساسا. اقعدي على جنب. يلا 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 مثلث مثلث. هنموت يا حاجة. اشربي يا حاجة. مراوي مراوي السوبر ماركت كله هيبقى علينا دلوقتي. سمعت الصوت اللي طالع ده؟ ده هو احنا في صيدلية ولا ايه؟ شكلنا في صيدلية. لا بصوا بقى. انا هموت واعمل جيم بلاي بقالي ساعه مفيش جيم بلاي كله تمشيه عمالين نكسبلور. انا ما صدقت اصلا. ريلود يا حاجه ان كيس حاجه تانية جت في وشينا. تعالوا بس نكسبلور ام الصيدليه دي علشان انا اللعبه دي بتخلي الواحد خايف انه ما يبقاش معاه اكويبمنت بجد بجد. يعني ما في حبه حاجات هنا بس يعني مش كتير. هم طلقه يا دوب طلقه. تعالوا نريلودها علشان ايه جاست ان كيس كيس حصل حاجة. ماشي يلا زقي معايا. انت ما بتساعدنيش ليه؟ خليكي كده متعاونة. بقالها ساعة عشان تيجي. يلا يا حاجة اتفضلي. عاش شباب عاش شباب. بروتين جيم حاجة هنا بقى. اوبا في حاجات اهو يا اخي. اوبا في حاجات حلوة هنا. حبة ادويه كتير. اه تقريبا عشان احنا في صيدليه ففي حاجات كتير ليها علاقه بالادويه. استنوا كده. اه في ادويه اهي تانية. ماشي وريني عملت لي ايه. مولوتوف. عملت لي مولوتوف. تخيل انت لو ايه خطيبتك ولا مراتك يوم عيد ميلادك اديتك مولوتوف. اه يوم مش قادر. تعالوا نشوف انا ممكن اعمل سايلنس ويبن ولا اعمل المولوتوف ولا اعمل ميد كيت. انا اعمل سايلنس ويبن عشان ايه ان كيس احتاجت السايلنس ويبن. وممكن اعمل حاجه تانية بالبتاع ده. ممكن اعمل فول هيلث او فاست برون موفمنت ليسن مود. خلينا في الهيلث عشان الهيلث دي اهم حاجه. ماشي تعالوا كده نطلع. اللهم صلي لحلاوه يا حلاوه. بس بس اسكتي بس اسكتي بس. انا عارفه انا هتصرف ازاي. انت بس ايه اقعدي على جنب وسيبيني اخلص عليهم. الله ده في كليكرز كتيره. الله واحد اتنين تلاته اربعه اربعه. اوكي وشفنا ولا ايه؟ لا هو تقريبا ملبوس فبيكركر كده كتير. اه ده في واحد كمان. ده في خمسه مش اربعه. طب ده بقى كليكر ولا لا؟ ده واحد عادي. احنا ممكن ندخل من على جنب كده. استنوا كده ندخل من على جنب ونجيبه من قفاه. خد يلا هوبا من قفاك. يلا من قفاك. يلا اللهم صل يا حاجه. ايه لا البت خبره في التعذيب. الكليكر ده انا مش عارفه اخلص عليه لو اتنططت. بس انا لازم اخلص على الرانرز الاول وبعدها ايه اخلص على الكليكرز. انا مش عايزه السايلنس مود دلوقتي خليه للفترات العصيبه. تعالوا نيجي كده ورا الرانر ده. اه ده في كليكر تاني. اوكي في واحد نفسه في ايه دلوقتي؟ نفسه في القنبله المشكشكه. فاكرين القنبله المشكشكه يا جماعه؟ عارفين بقى بفكر بعمل ايه؟ انا نفسي ابدا جيم بلاي بجد. يعني انا سخنه على اللعب قوي. ايه ده دخلت في الاثنين؟ هو فين بقى الكليكر اللي فاضل؟ هو فين؟ ما هو فين برضه؟ اه اهو اوكي تعال. almost dead انا. الله يا جماعه بقالي كتير قوي ما حسيتش احساس ان انا هتوفى في اللعبه. ياه دو يو سي اواي اوت. مش عارف والله. تعالي نشوف هنا يمكن البتاع ده بيتفتح. مش هيتفتح. اوكي
I won't budge. Okay, here's what we're gonna do. You're just gonna hurl me up through that hole in the roof. يا سلام. تعال هو في بتاعه اهو. في كيبل اه سلك. انت ازاي عرفت ان في كيبل طويل قوي كده تحت البتاعة دي؟ وايش عرفك ان البتاعة دي هتكفي ان انت ما تقعيش يعني؟ انا عايزة تعالوا نجيب البتاع على الارض ده. طب ايه؟ هنطلع؟ اطلعي بدل ما هديكي بالبتاع في وشك. خلصي. ساعة ساعة بتطلع. يا رب تخلص. هاتي ام السلك اللي انت بتطلعي بيه ده. يلا يا رب البتاعة دي ما تتقطعش بينا. مش عارفة البتاعة دي ماسكانا ازاي اساسا. دي بتاعة التهوية اللي هو فينت. يلا يا حاجة. اوه اوبا. اه وقع. وجعت. وجعت يا ولد. اركب الحصان يلا ورايا او وراك. انا مش عارفه المفروض ايه الدنيا مالها غيمت كده جامد. الدنيا غيمت جامد قوي ده. احنا شكلنا هنتبهدل. طب يلا 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 بلا نيكست تاون بلا نيله. ده شكلنا هنضيع في ام العاصفه دي. لا انا مش شايفه حاجه اساسا. انت شايفين حاجه يا جماعه؟ انا اي كان بيرلي سي يعني. انا شايفه بالعافيه. ماشي ماشي خليك وراها يا إلي. خليك وراها وانت تمشي بالراحه. حلوه حركه ان هي حاطه الزعبوط على راسها. يا ست يا ست يا ست ما تبعديش عني. طب الميه دي بقى ما اتجمدتش ولا اتجمدت؟ اتجمدت. انا فكرت ان ده ميه ساريه. اوكي يلا يلا يا حاجه يا بت يلا. هو يا ما بتجريش ليه؟ ام الحصان ده ماله؟ دينا اختفت. احنا هنتبع اثارها اللي على الارض دي. اثارها هتختفي دلوقتي. يا دي النيله. طب انا هلاقيها فين دينا دي ان شاء الله؟ هنا ولا ايه؟ يا رب اكون ماشيه صح. انا شكلي ماشيه غلط اساسا. اهي موجوده اهي. ماشي اتفضلي. اتراست يو. ده انا خايف ان انا لو اتراست يو اموت والله. Get inside. وصلنا الحمد لله. وصلنا بأمان. حلوة قوي المشاهد. الكاميرا اللي هي وهي بتيجي ورا ورا إيلي كده وبتحس إن أنت بتمشي مع إيلي. اقفلي اقفلي اقفلي. هنشوف لو في أي حاجة هنا. هندخل هنا ولا إيه؟ مقفولة شكلها. شايفين الأسلاك؟ ما هي مقفولة. Someone's locked this place up. في حد هنا ولا ايه؟ ما طالما في بيت يبقى في حد هنا. هوبا المكان اهو. بس اكيد مقفول ده صح؟ ماشي ماشي. هو الانستنكتس توك اوفر. ماي انستنكتس توك اوفر. This has to be Eugene's. يوجين اللي هو الراجل اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده. سلسله يوجين بتاعت يوجين. Definitely Eugene's place. فليب. اوه ده كان فاير فلاي اساسا. طب ربنا يستر. يوجين ده مات صح؟ كويس. يلا بس يلا ادخلي بس ادخلي. ده الدنيا صعبه. انا ملاحظه برضه يا جماعه ان اللعبه ابطا بكتير من لاست اوف اس 1. ايه ده الزرافه؟ فاكرين الزرافه يا جماعه من لاست اوف اس 1؟ اكسبلور المكان. في كارد تانية اهي. ايه ده؟ مش دي المجلات اللي هي بتجمعها في اللعبة الأولى؟ ده واضح إن يوجين جمع كل الإيديشنز كلها. اقعدي اقري بقى للصبح. مفيش حاجة هنا. أهور السرير ده اللي احنا كنا شايفينه. واضح إن في حاجات هنا. أو ماي جاد. مين دول؟ تومي ويوجين. تومي ويوجين؟ يعني ده تومي؟ ده تومي؟ طيب ماشي. جنريتور. ماشي بندور على جنريتور. اهو الجنريتور اهو. يلا واحد اتنين هوبا. قشطه. الدنيا نورت وبقت حلوه اهي. تعالوا كده نشوف هنعرف نابجريد ايه في المسدسات اللي معانا. بفكر نابجريد الرايفل عشان انا بحب العب بالرايفل. الحاجات دي انا مابجريدها. فاضل السكوب والدمج. يا السكوب يا الدمج. ريبليس ذا بارل. تعالوا نعمل الدمج عشان ايه
السكوب يعني مش مهم قوي دلوقتي، لقدام شويه نبقى نعمل السكوب. ممكن نشوف برضو البيستل ممكن يكون في ايه معانا فاضل، هيبقى معانا 40 قطعه مثلا، نشوف لو في حاجه أو نقدر نابجريدها في البيستل. تعالوا نشوف البيستل كده، دي نيو جيم بلس يا جماعه. اوكي فاير ريت انكريس فاير ريت اللي هو تضرب بسرعه يعني، او ريكويل، ريكويل اللي هو الخبطه. تعالوا نعمل الفاير ريت. طريقه برضو انه التكنيكس بتاعت السلاح جامده يعني، ان انت بتعمل السلاح وكده، انت وانت بتعمل السلاح وازاي ايه اللي بتشيل الذخيره وتشيل الاعضاء بتاعه السلاح نفسها وبتظبط الدنيا. نور، في نور. طب هنعمل ايه برضو؟ بصي النور مكمل اهو، احنا نتبع النور ماشي فين؟ لا اهو اهو المكان بتاع النور اساسا، انا فكرته على الارض. ده طالع ريفليكشن. تعالي اتنيلي ساعديني عشان واضح ان انا ما بعرفش ازق حاجه لوحدي. ايه اللي عايزه اللي يعني يشيلها فوق دماغه ويعمل لها حاجه؟ كل حاجه هي محتاجاها. تعالوا نفتح كده. Oh my god. It's weed. That's a weed. Lot of dead weed. عنده مخزن حشيش يا جماعه. اللعبه دي بجد لعبه محتاجه الحرق. ده ايه ده بقى؟ Maria would lose her shit if she saw this place. How'd he get this together? Must have taken him forever. I wish he'd told me about this. Could have helped him out. اه طبعا انت بتحب تتحشش، بتحب تحشش يا بنت المحشش. ده ايه ده بقى؟ ده عشان يعرف يحشش براحته بمزاجه بقى يعني، ياخد تحشيشه كده حلوه يعمل دماغ. طب في ايه تاني كرييتيف يوجين عمله؟ قولي لي هو عمل ايه تاني؟ اه عمل طبعا ايه، صاروخ، صواريخ، عمل صواريخ من ال من الويد. Does weed go bad? Let's find out. طب انتوا ايه يا جماعه؟ انتوا هتفتحوا الويد وتقعدوا تحششوا كده؟ مفيش اي طب يعني ايحاء، اي حياء، اي give me that. اي دم. Oh yeah, like you're gonna get it. ملاحظه ان بنت دينا دي يعني عايزه تعمل كل حاجه. اوكي يعني تلاقيها مع الولاد، مع البنات، مع الحشيش، مع كل حاجه. Fuck it. What the fuck is wrong with you? البنت عايزه تاخد اكسبيرينس في كل حاجه، مالك متضايقه ليه؟ خليك كول يا حاج. Smells good. طب انت بقى هعرفك it smells good ولا bad، قولي لي انت ايش هعرفك؟ كنت خبيره في الحشيش حضرتك؟ When we struck here a while, right? نحظى انها بدينا برضه عندها حل لجميع اوقات الفراغ. Totally trapped. تفاصيل وشوشهم حلوه قوي بصراحه يا جماعه، بجد الجرافيك جامد، الجرافيكس في اللعبه فعلا حلو يا جماعه. مش كده انت كده بتزقي الي طريق الضياع في كل النواحي. انت وصيو، انت اللي ضيعتي الي. One being like absolute trash. And 10 being بتقول لها قيم البوزة. Life altering. واضح انها انترستد قوي في ان هي تعرف تقييم البوزة. Our kiss from last night. Why are we still talking about this? You said it was a mistake. Did I say that? I'm right. قولي لها انت عايزه ايه بالظبط وتخلصي. I asked you. مش لازم جو الحمدلله ده يعني، خلصي. طبعا إلي مستمتعة طبعا بالكونفرسيشن ده جدا يعني، هي مستمتعة اخر استمتاع. Give it a 6. A 6. بصوا اتضايقت ازاي. Wow, like a solid 6. Okay. There are a lot of people around. Yeah, but 6. Oh. What? I mean, now I really want to know how you'd rate it. يا سلام. I don't think you do. You're infuriating. Have you met you?
You make me want to go back outside into that blizzard. Don't want to stop you. Oh. This better be better than a sex. Oh shit. الله يا عبد الله. طب اصفر لهم دول ولا اعمل ايه يا جماعه؟ انا في الاغلب اصلا قافله المشهد. صفروا لهم يا جماعه في الكومنتات، قولوا لهم جود بويز جود جيرلز هاف فان جو تو هيل. طب يا جماعه يا رب تكونوا انبسطتوا بالفيديو الصغير ده للاست اوف اس 4 2. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا دعم للفيديو وسبسكرايب وشير ولايك وابعتوه لاصحابكم، عشان يعني افضل ان انا اقدر اكون مكمله في الفيديوهات دي. وقولوا لي رايكم، عشان انتوا حرفيا كنتوا مدغدغين ام اليوتيوب عندي عشان عايزين ان انا العب اللعبه دي، فبجد محتاجه رايكم. يعني ابعتوا لي رايكم عشان انا بجد اكسايتد ان انا ايه العب اللعبه دي، لان فعلا واحده من اكتر اللعب اللي انا بحب العبها بسبب الجيم بلاي. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. I will see you next time في فيديو جديد من The Last of Us Part 2. Peace out.